يسعد لي اوقاتكم جميع، معكم شاعر رسلان، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات الاخطاء الشائعة باللغة الالمانية. بهذا الفيديو راح اتحدث عن خطأ شائع بيرتكبوه كتير من الاصدقاء او كتير من الاصدقاء المتابعين لي على الانستا او على اليوتيوب او الاشخاص يعني اللي بيسمعون انا بالشارع عم يتحدثوا باللغة الالمانية. فبتمنى من الكل الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة. الخطأ هو انه كيف الواحد بيقول بالشكل الصحيح باللغة الألمانية انا بردان او انا مشوب. باللغة الألمانية مثل ما بنعرف انه كل لغة لها الأوسدروك، التعبير الخاص فيها، يعني بيختلف عن بقية اللغات بالعالم، يعني كل لغة إلا شيء بيميزها عن غيرها. فاللغة الألمانية معروفة انه بتتميز بكتير يعني شغلات عن اللغات غيرها. فبدنا نقول هلا انا اكثر الخطأ، يعني الخطأ اللي بسمعه دائما هو ايش بن هايس، يعني الشاب او البنت اللي بدهم يعبروا عن انه هني بردانين او هني مشوبين بيقولوا ايش بن كالت او ايش بن هايس. لما بدنا نقول نحن ايش بن هايس معناته انا حار جنسيا او انا هائج جنسيا. اذا ايش بن هايس يعني انا حار جنسيا او انا هائج جنسيا. زي است هايس هي هائجة جنسيا، است هايس هو هائج جنسيا. اذا هذا الخطأ دايما اكسو عليه، يعني باللغة الالمانية بنقول ميا است هايس او ايا است هايس ايم است هايس، يعني ميا است هايس يعني الطقس بالنسبة لي حار، او انا يعني نحن بنقول باللغة العامية انا مشوب. فلما نحن بدنا نقول مثلا انه هي مشوبه بنقول ايا است هايس، او بدنا نقول هو مشوب بنقول ايم است هايس. اذا دائما بنحط الداتيف، بنحط الضمير بالداتيف يعني بحاله الجر ميا، يعني بحاله الجر ايش بالداتيف بتصير ميا، بعدين بنحط حر الزاين اللي هو بنعبر من خلاله عن اللي هو تصريف فعل الزاين مع الاس مع الضمير اس، بعدين بنقول الصفة سواء كانت كالت أو سواء كانت هايس أو سواء كانت شليشت أو إلى آخره. إذا ميا إست هايس يعني أنا مشوب أو الطقس بالنسبة لي حار. ننتقل على القسم الثاني واللي هو إيش بين كالت. لما بقول إيش بين كالت يعني أنا بارد جنسيا. زي إست كالت هي باردة جنسيا. إي إست كالت هو بارد جنسيا. زي زند كالت يعني هم باردون جنسيا. هذا الشيء كمان خطأ باللغة الألمانية. لما بدنا نعبر كمان عن هذا الشيء انه انا بردان او الطقس بارد بالنسبة لي بقول ميا است كالت. ميا است كالت يعني الطقس بالنسبة لي بارد، او يعني نحن بنقول بالعامية انا بردان. اذا بهذا الشكل بنعبر عن هذا الشيء باللغة الألمانية. لنفترض انه مثلا هلا نحن بالصف وبدنا نقول انه نحن بردانين او الطقس بالنسبة لنا بارد، فلهيك نحن لازم نسكر الشبابيك او نسكر نعين النوافذ. فبنقول uns ist kalt deswegen müssen die Fenster zugemacht werden، يعني الطقس يعني بارد بالنسبة لنا او نحن بردانين لذلك يجب اغلاق النوافذ. اذا uns ist kalt deswegen müssen die Fenster zugemacht werden. اذا بهذا الشكل بنعبر عن هذا الشيء باللغة الألمانية. هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم. بتمنى انو استفدتوا من هذا الفيديو. لا تنسوا دعم القناة ولا تنسونا كمان من دعائكم، وبشوفكم بخير ان شاء الله بالفيديوهات الجاي. في امان الله.